نرحب بكم أبنائي الطلاب في ندوتنا لهذا اليوم في مادة محاسبة المنشآت المالية للصف الثالث ثانوي التجاري. بحثنا اليوم مخصص ندوتنا اليوم مخصصة لبحث الحسابات الجارية الدائنة والودائع، ونستقبل أسئلتكم أيضا على الشات على رابط المنصة. أهلا وسهلا بكم. نرحب بضيوفنا في المنصة الآن. غيداء عصفور، أهلا آنسة غيداء. أهلا فيك سعد. آنسة هنادي الأبيض، أهلا آنسة هنادي. أهلا آنسة سوسن. نبدأ معك آنسي هنادي، ما مفهوم الحسابات الجارية الدائنة والودائع، أو ما نأخذ فكرة عنها؟ تمام. إذا تقسم بالعادة الحسابات إلى نوعين، الحسابات الجارية الدائنة وحسابات الودائع. ما هو مفهوم الحسابات الجارية الدائنة أو الحساب الجاري؟ في العادة الحساب الجاري هو اتفاق يكون بين شخصين، الطرف الأول هو المودع والطرف المقابل هو المصرف، على أن يودع الشخص الأول مبالغ معينة من المال وتكون في حساب شخصي باسمه لدى المصرف. فالحسابات الجارية الدائنة هي حسابات يحق لهذا المودع أن يودع متى ما أراد أي مبلغ، وأن يسحب أيضا في أي وقت يشاء، لكن مقابل عملية الإيداع وعملية السحب على هذه الحسابات الجارية لا يستحق عليها أي مبلغ من الفائدة. فظهر لدينا هلأ المفهوم الثاني اللي هو مفهوم الودائع. الودائع لدينا نوعين من الودائع، إما أن تكون ودائع الأجل أو ودائع التوفير. ما الفرق بين ودائع الأجل وودائع التوفير؟ ودائع الأجل من الاسم هي ودائع تكون لفترة معينة من الزمن، هذه الفترة محددة بشكل مسبق، يعني أنا مجرد ما أحط أنا وديعتي ضمن المصرف يجب أن أحدد إما أن تكون وديعة لمدة 3 أشهر أو 6 أو 9 أو لمدة 12، لكن بما أنه أنا عندي مدة محددة في هذه الحالة لا تستحق الفائدة على وديعة الأجل إلا إذا انتهت مدة الوديعة، يعني في حال تم سحب وديعة الأجل قبل انتهاء المدة المحددة لها يحق لصاحبها أن يأخذ مبلغ الوديعة، لكن لا يستحق أي مبلغ من الفائدة إلا بنهاية مدة الاستحقاق، لأنه ما كمل المدة حسب الاتفاق، ما تم المدة القانونية كسر الوديعة بهالحالة. تمام. فهنا ظهر مفهوم جمع بين مزايا الحساب الجاري ومزايا ودائع التوفير. إذا لاحظنا المزايا الإيجابية للحساب الجاري بحق لي أضيف وبحق لي أسحب، قصدك بين مزايا الحساب الجاري والودائع وديعة الأجل. تمام. إذا بحق لي أضيف وبحق لي أسحب في أي وقت كان، لكن ما باخذ فائده. اجت وديعه الاجل ما بحق لي اضيف وما بحق لي اسحب عليها، لكن بالمقابل انا في عندي فائده. فودائع التوفير جمعت انه في انا حال اودعت هذا المبلغ كوديعه توفير يحق لي ان اضيف الى وديعه التوفير ويحق لي السحب منها، لكن بالمقابل اصبحت الفائده محدده بمقدار 9%. وحتى تشجع المصارف على ودائع التوفير، ودائع التوفير معفاه من رسم الاداره المحليه، والضريبه معدل الضريبه بالنسبة لودائع التوفير هو 1.5%، بينما وديعة الأجل 7.5% ورسم الإدارة المحلية 10%. تمام. شكرا أنسة هنادي. أنسة غيداء، الآن ما هي إجراءات، بعد ما تحدثت الأنسة هنادي عن الحساب الجاري والودائع وأنواع الودائع، ما هي إجراءات فتح الحساب الجاري؟ إجراءات فتح الحساب الجاري، أولا يتأكد المصرف من هوية الطالب، يعني الزبون الذي طلب فتح الحساب. مقصود بالطالب طالب فتح الحساب الذي طلب فتح الحساب. اثنين، يتأكد المصرف من أن صاحب الحساب الجاري يتمتع بالأهلية الكاملة. ثلاثة، يوقع الزبون على ورقة مطبوعة وفق النموذج. أربعة، يقوم المصرف بإعطاء صاحب الحساب الجاري رقما. خمسة، يسلم المصرف صاحب الحساب الجاري دفتر شيكات حتى يتسنى له السحب والإيداع متى أراد. الآن المعالجة المحاسبية لعمليات الحسابات الجارية والدائنة والودائع، لدينا أولا عمليات الإيداع. عمليات الإيداع قد تكون الإيداع نقدي، ممكن يكون الإيداع بشيكات، ممكن عن طريق تحويل من حساب إلى آخر. فالعمل الشكل الأول هو الإيداع نقدا من حساب الصندوق إلى الحسابات الجارية الدائنة، ونكتب اسم الزبون بين قوسين. هذا إذا أراد، يعني إذا ذكر في المسألة أو دعا نقدا وطلب فتح حساب جاري. أما إذا طلب ودائع من حساب الصندوق إلى حساب الودائع لأجل، ويذكر بين قوسين مدة عدد الشهور مدة الوديعة. وإذا طلب فتح ودائع توفير من حساب الصندوق إلى حساب ودائع التوفير. إذا طرف المدين الصندوق باعتبار الإيداع نقدا، والطرف الدائن حسب نوع الإيداع، لأجل أو لتوفير أو حساب أو دائع توفير أو حساب جاري. الآن تمرين عن عمليات الإيداع. بتاريخ 22/8/2017 قام التاجر محمد بإيداع نقداً
مبلغ 1,000,000 ليرة سورية لدى المصرف التجاري السوري فرع 11 مقابل فتح حساب جاري دائم بتاريخ 30/8/2017. أودع محمد نقدا مبلغ 500,000 ليرة سورية وطلب فتح وديعة لأجل لمدة سنة. فتكون القيود بالنسبة للعملية الأولى من حساب الصندوق إلى حسابات جارية دائمة الزبون محمد، شرح القيد إيداع نقدا وفتح حساب جاري بمبلغ 1,000,000 ليرة والتاريخ 22/8. العملية الثانية من حساب الصندوق إلى حساب ودائع لأجل لمدة سنة، شرح القيد إيداع نقدي وفتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 500,000 ليرة سورية وتاريخ القيد 30/8. تمام. الآن آنسي هنادي، النوع الثاني من الإيداع هو الإيداع بالشيكات. ماذا نعني بالإيداع بالشيكات وكيف تتم المعالجة المحاسبية له؟ تمام. إذا في البداية أنسة سوسن نركز أن الحسابات الجارية الدائنة وحسابات الودائع بنوعيها سواء كانت وديعة أجل أو كانت وديعة توفير هي حسابات ذات طبيعة دائنة، حتى نسهل على الطالب عملية تسجيل القيود. فالحسابات الجارية الدائنة كما نعرف من طبيعتها تزداد بالطرف الدائن وتنقص بالطرف المدين، فإذا أنا بكل عمليات الإيداع راح تكون الحسابات الجارية الدائنة أو ودائع الأجل أو ودائع التوفير في الطرف الدائن من القيد، ويكون التغيير عندي بالطرف المدين. أما بعمليات السحب راح تكون بالعكس عندي، الحسابات الجارية أو الودائع راح تكون بالطرف المدين ونبحث عن الطرف المقابل اللي هو الطرف الدائن. كما ذكرت الأنسة قبل قليل أن الإيداع النقدي كان من حساب الصندوق إلى الحسابات الجارية الدائنة. حاليا الطريقة الثانية لطرق الإيداع هي الإيداع بالشيكات. الإيداع بالشيكات يجب أن نميز بين حالتين، إما أن يكون الزبائن المودع والمسحوب عليه الشيك ضمن المصرف نفسه، أو أن يكون هؤلاء الزبائن ضمن مصرفين مختلفين أو ضمن فرع آخر للمصرف. تمام. وتختلف المعالجة المحاسبية حسب وجود الزبائن. فمنلاحظ الحالة الأولى، إذا كان الزبائن ضمن نفس المصرف لابد من توسيط حساب الشيكات. إذا رح يكون عندي قيدين، هدول القيدين مثل ما رح نلاحظ على الشاشة رح يكونوا عكس بعضهم، لكن أنا كيف بدي أميز كطالب وأخذ العلامة الصحيحة فيها؟ إنه أنا عندي صار اسمين، في عندي زبون أودع وفي عندي زبون سحب، فالزبون اللي أودع الشيكات هو اللي رح يزداد حسابه الجاري الدائن، والزبون المسحوب عليه هو اللي نقص حسابه. فكما نلاحظ القيد الأول عند إثبات حسم الشيكات من الحسابات الجارية الدائنة ونذكر اسم المسحوب عليه إلى حساب الشيكات، ويكون شرح القيد إثبات حسم قيمة الشيكات. بعد حسم الشيكات لابد أن يودع قيمة الشيكات للزبون اللي تم أودع إضافته أو إيداعه من حساب الشيكات إلى الحسابات الجارية الدائنة، نذكر اسم المودع أو إذا كان الإيداع لحساب وديعة الأجل أو وديعة التوفير. إذا بدون ذكر الأسماء ضمن هدول القيدين بيخسر الطالب العلامة. فإذا المسحوب عليه هو اللي نقص حسابه واللي أودع هو، لأن لدى المصرف زبائن كثر. تمام. مثلا ما حط الاسم بجوز يبين الحساب لشخص آخر، هون صار في خطأ، يعني نعرف مين اللي زاد حسابه ومين اللي نقص حسابه. ضروري هون اسمه. تمام. نلاحظ التمرين اللي أمامنا. بتاريخ 17/2/2017 قام الزبون خالد بإيداع. إذا خالد هو الزبون اللي أودع الشيك لدى المصرف التجاري السوري فرع رقم 6 بمبلغ 300,000 ليرة سورية في حسابه الجاري الدائن. هذا الشيك مسحوبا على التاجر عمار الزبون التابع لنفس المصرف. إذا من نص المسألة واضح أنا لدي أو من نص التمرين أنه هذول الزبائن ضمن نفس المصرف، فإذا سوف تكون المعالجة المحاسبية على قيدين، ضمن هذول القيدين في عندي توسيط لحساب الشيكات. نلاحظ الحل، إذا الزبون عمار هو الزبون المسحوب عليه، فيكون القيد الأول لإثبات الحسم من الحسابات الجارية الدائنة للزبون عمار إلى حساب الشيكات بمبلغ 300,000 ليرة سورية، شرح القيد إثبات حسم قيمة الشيك من حساب عمار وتاريخ القيد 17/2. ثم القيد التالي هو إضافة قيمة هذه الشيكات إلى الحساب الجاري الدائن للزبون خالد من حساب الشيكات إلى الحسابات الجارية الدائنة الزبون خالد بمبلغ 300,000 ليرة سورية، وشرح القيد إثبات الإيداع في الحسابات الجارية للزبون خالد. الآن الإيداع الثانية آسي غيداء، الإيداع بالشيكات في حال يكون الشيك مسحوبا على زبون تابع لأحد المصارف الأخرى أو فرع آخر للمصرف نفسه. تمام. فإذا كان المسحوب مسحوب على زبون تابع لمصارف أخرى مثل المصرف الزراعي أو الصناعي أو العقاري، نكتب قيد واحد وبدون توسيط حساب الشيكات. يكون القيد من حساب المصرف صناعي أو زراعي أو عقاري إلى المسحورين حسابات جارية دائنة اسم الزبون المودع
وعمولة تحصيل الشيكات، إثبات قيمة الشيكات المسحوبة على زبائن تابعين لمصارف أخرى أو أحد الفروع بعد اقتطاع العمولة. تمام، ناخذ تمرين. تمرين: بتاريخ 2/10/2017 قام الزبون فارس بإيداع شيك بمبلغ 400,000 في المصرف التجاري السوري فرع رقم 11 لتحصيله وتسجيل المبلغ في حسابه الجاري الدائن. هذا الشيك مسحوب على التاجر سعيد الزبون التابع للمصرف العقاري، وقد قام المصرف التجاري بتحصيل الشيك للزبون فارس واقتطع عمولة التحصيل بمبلغ 1,000 ليرة. يكون القيد: طبعا الزبون فارس هو زبون المصرف التجاري وزاد حسابه الجاري الدائن، لذلك سيظهر حسابه الجاري الدائن في الطرف الدائن. بيكون القيد من حساب المصرف العقاري حساب جاري إلى الحسابات إلى المذكورين، حسابات الجارية الدائنة الزبون فارس وعمولة تحصيل الشيكات، إثبات قيمة الشيك في حساب فارس بعد اقتطاع العمولة. المصرف العقاري نحط مبلغ الشيك كاملة 400,000، حساب الجاري للزبون فارس 399، هذا المبلغ الصافي بعد اقتطاع العمولة، والعمولة 1,000 ليرة. تمام. الآن آسي هنادي، الإيداع في الحسابات الجارية والودائع عن طريق التحويل، تحدثنا أن أنواع الإيداع نقدي شيكات، والطريقة الثالثة هي عن طريق التحويل. ماذا نعني بالتحويل وما المعالجة المحاسبية لها؟ تمام. إذا الإيداع عن طريق التحويل هو عملية داخلية ضمن المصرف نفسه، فإذا أنا بإمكاني كزبون موجود لدى المصرف التجاري السوري أن أقوم بتحريك هذا المبلغ إما من حسابي الجاري الدائن إلى حساب وديعة أجل أو من وديعة أجل إلى وديعة توفير. فإذا قيد التحويل كما يذكر تماما بنص المسألة، رح نلاحظ أنه نحن تم التحويل من وديعة أجل إلى حساب جاري دائن، معناته رح يكون عندي القيد من حساب ودائع لأجل إلى الحسابات الجارية الدائنة، ونذكر أنه دائما جنب الحسابات الجارية الدائنة يجب أن يذكر اسم الزبون. ممكن أن يكون التحويل من حساب وديعة توفير أيضا إلى حسابات جارية دائنة، أو من حسابات جارية دائنة إلى ودائع توفير. فإذا أنا كطالب مهمتي أقرأ قراءة صحيحة باللغة العربية شو مكتوب عندي بنص المسألة، رح تعطيني القيد مباشرة. منشوف التمرين اللي موجود بين إيدينا. بتاريخ 5/8/2017 قام الزبون خليل بتحويل وديعته البالغة 700,000 ليرة سورية لمدة 6 أشهر في المصرف التجاري السوري فرع رقم 8 لحسابه الجاري الدائن. إذن كما هو واضح من نص المسألة أن المبلغ تم تحويله من حساب وديعة الأجل إلى الحسابات الجارية الدائنة في نفس المصرف. تمام. فنلاحظ إذن القيد من حساب ودائع لأجل لمدة 6 أشهر إلى الحسابات الجارية الدائنة للزبون خليل بمبلغ 700,000 ليرة سورية. تاريخ القيد 5/8 وشرح القيد تحويل الزبون خليل وديعته إلى حساب جاري. تمام. شكرا أنسي هنادي. أنسي غيداء، الآن الإيداع بأوراق تجارية محسومة، ماذا نعني بها وما المعالجة المحاسبية لها؟ الإيداع بأوراق تجارية محسومة أي إرسال ورقة تجارية إلى المصرف لحسمها وإيداع المبلغ في الحساب الجاري. لدينا حالتين: الحالة الأولى يقوم المصرف بخصم الفوائد، فوائد الحسم الدائن، وتسجيل الصافي في الحساب الجاري للزبون. فهنا يكون القيد من حساب محفظة الأوراق التجارية المحسومة بقيمة الورقة كاملة إلى المذكورين، الحسابات الجارية الدائنة اسم الزبون بالمبلغ الصافي أي بعد اقتطاع الفوائد، وحساب إيرادات الاستثمار فوائد الحسم الدائن. تمرين آسيا غيداء. بتاريخ 20/10/2017 أودع أحمد في حسابه الجاري مبلغ 400,000 عن طريق حسم ورقة تجارية لدى المصرف التجاري السوري فرع رقم 8، علما أن قيمة الورقة 405. إذا نلاحظ من نص التمرين قيمة الورقة 405,000، بينما المبلغ الذي تم إيداعه في حساب الجاري لأحمد 400,000، أي هناك 5,000 ليرة فوائد الحسم. يكون القيد من حساب محفظة الأوراق التجارية المحسومة 405,000 إلى المذكورين، حسابات الجارية الدائنة أحمد 400,000 أي الصافي، وحساب إيرادات الاستثمار فوائد الحسم الدائن 5,000، إيداع الورقة واقتطاع الفوائد. تمرين آخر: في 11/20 أودعت مريم في حسابها الجاري مبلغ 400,000 ليرة سورية عن طريق حسم ورقة تجارية لدى المصرف، وبلغت فوائد الحسم عن هذه العملية 5,000 ليرة سورية دفعتها مريم نقدا. إذن هنا الحالة الثانية للحسم،
ممكن الفوائد يقوم المصرف بقبضها نقدا، ففي هذه الحالة تسجل قيمة الورقة كاملة في حساب الجاري للزبون، أي يكون القيد من المذكورين حساب محفظة الأوراق التجارية المحسومة وحساب الصندوق، طبعا الورقة 400 ألف والصندوق 5000 اللي هي قيمة الفوائد، إلى المذكورين حساب الحسابات الجارية الدائنة مريم وحساب إيرادات الاستثمار فوائد الحسم الدائن. إذا نلاحظ أن قيمة الورقة 400 ألف وهي نفس المبلغ بحسابه الجاري، بينما قيمة الفوائد 5000 تم تسجيلها في حساب الصندوق. إيداع بحسم ورقة تجارية وسداد الفوائد نقدا. تمام، شكرا أنسة غيدة. ننتقل أنسة هنادي إلى عمليات السحب أو النوع الثاني من العمليات في المصارف. إذا المعالجة المحاسبية مثل ما شفنا أنه هي عبارة عن قسمين، عمليات الإيداع واللي تمت عندي بأربعة أشكال: الإيداع النقدي، الإيداع بالشيكات، والإيداع عن طريق التحويل، وآخر نوع من عمليات الإيداع هو عن طريق محفظة الأوراق التجارية المحسومة. الطرف الثاني من العمليات المحاسبية هي عمليات السحب، وأيضا عمليات السحب سوف يكون لدينا ثلاث أنواع لعمليات السحب: إما السحب النقدي أو السحب عن طريق الشيكات أو السحب عن طريق التحويل، لكن ما عندي سحب عن طريق محفظة الأوراق التجارية، لأن الأوراق التجارية هي ورقة يملكها هذا الزبون ويطلب من المصرف حسم ليحصل على قيمته قبل مدة محددة، فلا يمكن السحب عن طريق المحفظة. النوع الأول من عمليات السحب هو السحب النقدي. طبعا السحب النقدي عادة هي بموجب أوامر دفع يحرر صاحب الحساب لنفسه إذا كان الحساب جاري دائن، أو قد يطلب ببعض الأحيان سحب قيمة وديعة الأجل أو وديعة التوفير نقدا عن طريق الصندوق. إذا كما نلاحظ الحسابات الجارية الدائنة وحسابات ودائع الأجل وودائع التوفير كلها صارت عندي بالطرف المدين، لأن هذه الحسابات نقصت حاليا، والصندوق لا المصرف هو الذي سوف يقوم بسداد المبلغ، فتكون إذا القيد حسب نص المسألة إما من الحسابات الجارية الدائنة أو ودائع الأجل أو ودائع التوفير إلى حساب الصندوق. نلاحظ تمرين. تمرين رقم 8: بتاريخ 18/5/2017 سحب الزبون سامر مبلغ 300 ألف ليرة سورية من وديعته لأجل لمدة سنة لدى المصرف التجاري السوري فرع رقم 8. إذن السحب هو سحب نقدي ومن حساب وديعة الأجل، فيكون القيد من حساب ودائع لأجل لمدة سنة إلى حساب الصندوق 300 ألف ليرة سورية، وشرح القيد سحب وديعة الأجل نقدا. إذا النوع الثاني حاليا من أنواع السحب اللي هو السحب عن طريق الشيكات. إذا مثل ما كان عندي إيداع عن طريق الشيكات، أيضا في عندي سحب عن طريق الشيكات. أيضا نميز حالتين: إما أن تكون هذه الشيكات مسحوبة ضمن زبائن المصرف نفسه، أيضا ممكن أن تكون الشيكات مسحوبة ضمن زبائن تابعين لمصرف آخر. نلاحظ الاحتمال الأول، إذا كانت هذه الشيكات مسحوبة لصالح زبون ضمن المصرف نفسه، كما ورد معنا في عمليات الإيداع يجب أن يكون هنالك توسيط لحساب الشيكات، لكن يجب الانتباه إلى القيد الثاني وحسب ما يذكر عندي بنص المسألة. منلاحظ القيد الأول عند إثبات حسم الشيك من حساب هذا الزبون يكون القيد من الحسابات الجارية الدائنة، نذكر اسم المسحوب عليه إلى حساب الشيكات. المستفيد بهذه الحالة اللي هو الطرف اللي طلب إيداع قيمة الشيك يمكن أن يطلب قيمة الشيكات عن طريق الصندوق، ويمكن أن يطلب ببعض الأحيان تحويل قيمة الشيكات إلى حسابه الجاري الدائن، فإذا هي يجب الانتباه عليها ضمن نص المسألة. فعند عملية الحسم إذا طلب تحويل قيمة الشيكات إلى حساب الصندوق يكون القيد من حساب الشيكات إلى حساب الصندوق، أو إذا طلب المستفيد تحويل قيمة الشيكات إلى الحسابات الجارية الدائنة رح يكون عندي القيد الثاني من حساب الشيكات إلى الحسابات الجارية الدائنة لاسم الزبون. تمام. ممكن هلا نتجاوز التمرين وننتقل لفكره ثانيه مشان الوقت، بما انه صار التمرين سهل نفس المعالجه اللي حكينا عنها قبل شوي. تمام، ننتقل للي بعد اللي هو السحب عن طريق الشيكات لزبائن تابعين لمصرف اخر او لفرع اخر.
عندما يكون الزبون تابع لمصرف آخر، فإذا كما ذكرنا بالإيداع ما رح يكون عندي توصيل لحساب الشيكات. وفي فكرة صغيرة نحن دائما بنسهلها على الطالب، إنه أنا وقت اللي بيكون عندي اسم الزبون تابع لمصرف آخر، أنا اسمه للزبون ما رح ينذكر عندي بالقيد، رح آخذ بدل عنه اسم المصرف الآخر أو الفرع الآخر للمصرف، سواء كان بالإيداع أو بعمليات السحب. تمام. هون لانه عم نحوله لمصرف ثاني مو بنفس المصرف حددته، يعني راح يكون التعامل بين المصرف التجاري السوري والمصرف الاخر او الفرع الاخر. بما انه عمليه سحب للشيكات عن طريق الحسابات الجاريه الدائنه، فيكون القيد من الحسابات الجاريه الدائنه اسم الزبون الى حساب المصرف الزراعي او الصناعي او العقاري حساب جاري، او اذا كان التحويل الى فرع اخر من فروع المصرف التجاري. تمام، شكرا آسيا هنادي. ننتقل إليك آسيا غيداء. الفكرة ما حناخذ تمرين عليهم لأنه أفكارهم بسيطة، ونفسه تطبيق القيد تطبيق مباشر لضيق الوقت. الطريقة الثالثة السحب عن طريق التحويل من حساب جاري إلى حساب الودائع أو بالعكس، كيف تكون معالجة المحاسبية؟ أيضا عند التحويل الحساب الذي ينقص يظهر في الطرف المدين، والحساب الذي يزيد يظهر في الطرف الدائن. مثلا من حسابات الجارية الدائنة اسم الزبون إلى حساب ودائع لأجل المدة أو حساب ودائع التوفير، هي في حال تم التحويل من الحساب الجاري إلى حساب الودائع. إثبات قيمة التحويلات من الحسابات الجارية إلى الودائع، وممكن أيضا بالعكس. الآن نأخذ آنسة هنادي تمرين عام. تمرين عام، سوف نقوم بحل التمرين بشكل شفهي، يعني نقرأ نص المسألة ونقوم بالحل مباشرة. فيما يأتي حركة الحساب الجاري الدائن، ننتقل إلى التمرين العام. فيما يلي حركة الحساب الجاري الدائن والودائع للزبون على لدى المصرف التجاري السوري فرع رقم 11 لعام 2019. إذن أنا عملياتي كلها مطلوبة ضمن دفاتر المصرف التجاري السوري فرع رقم 11. في 2-2 أودع على مبلغ 3 مليون ليرة سورية نقدا وطلب فتح حساب جاري دائن، فإذن القيد الخاص بهذه العملية من حساب الصندوق إلى الحسابات الجارية الدائنة حساب علاء بمبلغ 3 مليون ليرة سورية، وشرح القيد إيداع نقدي بتاريخ 3/3. نبقى على شريحة التمرين العام، فقط سوف نقوم بالحل بشكل شفهي. في 3/3 طلب علاء تحويل مبلغ 1 مليون ليرة سورية من حسابه الجاري الدائن إلى وديعتين لأجل، الأولى بمبلغ 400,000 ليرة سورية لمدة 6 أشهر، والثانية بمبلغ 600,000 ليرة سورية لمدة سنة. فإذن القيد هو قيد تحويل من الحسابات الجارية الدائنة للزبون على إلى مذكورين حساب ودائع الأجل، الوديعة الأولى لمدة 6 أشهر ومبلغ 400,000 ليرة سورية، والوديعة الثانية لمدة سنة مبلغ 600,000 ليرة سورية، فيكون المبلغ الإجمالي الذي تم تحويله من الحساب الجاري الدائن بمبلغ 1 مليون ليرة سورية. شرح القيد تحويل من الحساب الجاري إلى حساب ودائع لأجل. بتاريخ 4/3 أودع على شيكا بمبلغ 100,000 ليرة سورية مسحوبا على الزبون مصطفى، الزبون لدى المصرف نفسه، وقد طلب على إضافة قيمة المبلغ إلى حسابه الجاري الدائن. إذن كما نلاحظ عزيزي الطالب من نص المسألة، لدينا زبونين، الأول هو الزبون علاء اللي أودع، والثاني هو الزبون مصطفى التي تم سحب الشيك من حسابه، والعملية هي لزبائن ضمن نفس المصرف. فإذن ستكون المعالجة على قيدين، القيد الأول من الحسابات الجارية الدائنة مصطفى إلى حساب الشيكات بمبلغ 100,000 ليرة سورية، وشرح القيد سحب شيك، والقيد الثاني من حساب الشيكات إلى الحسابات الجارية الدائنة علاء بمبلغ 100,000 ليرة سورية، وشرح القيد إضافة قيمة الشيك إلى الحساب الجاري للزبون علاء. بتاريخ 6/3 أضاف على شيكاً بمبلغ 300,000 ليرة سورية مسحوبا على الزبون مروان لدى المصرف العقاري، وقد قام المصرف بتحصيله وإضافة قيمة المبلغ لحسابه الجاري الدائن وبعمولة تحصيل قدرة 5,000 ليرة سورية. إذن هلأ أضاف على شيك 300,000 مسحوب على مروان لدى المصرف العقاري، بما أنه بمصرف آخر نكتب قيد واحد وبدون توصيل الشيكات. علاء أضاف، إذن حسابه الجاري زاد، إذن بطرف إلى، معناته القيد من حساب المصرف العقاري
إلى المذكورين حسابات جارية دائنة على عمولة تحصيل 5000 ليرة سورية. بتاريخ 21/3 طلب علاء تحويل مبلغ 366,000 من حسابه الجاري لوديعة لأجل 9 شهور. حسابه الجاري نقص بيظهر بطرف المدين والوديعة بالطرف الدائن. من حسابات جارية دائنة علاء إلى حساب ودائع لأجل لمدة 9 شهور بمبلغ 366,000 شرح القيد تحويل بين الحسابين. بتاريخ 15/4 سحب علاء نقدا وديعة الأجل الثالثة لمدتها 9 أشهر، إذا الوديعة اللي أودعت قبل قليل تم سحبها بتاريخ 15/4، مبلغ الوديعة كان عندي 366,000 فيكون القيد من حساب ودائع لأجل لمدة 9 أشهر إلى حساب الصندوق بمبلغ 366,000 شرح القيد سحب على الوديعة نقدا. بتاريخ 1/7 حرر علاء شيكا بمبلغ 300,000 ليرة سورية لصالح الزبون محمود لدى المصرف نفسه، وقد طلب الأخير قبض قيمة المبلغ نقدا. إذا كما نلاحظ أن المستفيد في هذه الحالة طلب قيمة الشيكات عن طريق الصندوق، فإذا نلاحظ علاء حرر شيكا، فإذا حسابه لعلاء نقص، فأيضا عندي هون أنا قيدين في توسيط لحساب الشيكات. القيد الأول رح يكون عندي من الحسابات الجارية الدائنة علاء إلى حساب الشيكات بمبلغ 300,000 ليرة سورية وشرح القيد تحرير شيك أو سحب شيك من حساب علاء، والقيد التالي من حساب الشيكات إلى حساب الصندوق كما ذكر بنص المسألة. بمعنى طلب نقدا. تمام، ويمكن بمسائل أخرى أن تكون طلب الأخير تحويل المبلغ لحسابه الجاري الدائن. لحسابه أو لمصرف آخر. تمام. تعالج حسب الطلب. فإذا وقت اللي بيطلب تحويله إلى الحسابات الجارية الدائنة بدل حساب الصندوق رح نوجد عندي الحسابات الجارية الدائنة. بتاريخ 12/7 في 12/7 حرر علاء شيكا بمبلغ 200,000 لصالح الزبون ماجد الزبون لدى المصرف العقاري سدادا لثمن بضاعة، وقد قبض ماجد قيمة الشيك نقدا. حرر علاء، إذا الزبون علاء رح ينقص حسابه الجاري بيظهر بالطرف المدين. من حسابات جارية دائنة علاء إلى حساب المصرف العقاري. تمام، إذا كما نلاحظ أنس غيداء في عبارة نحن هون بتدل على فهم الطالب للقيد أو عدم فهمه، وقد قبض ماجد قيمة الشيك نقدا. أنا ماجد ما هو الزبون اللي موجود ضمن المصرف التجاري، هو موجود لدى المصرف العقاري، فإذا هاي العملية تظهر بدفاتر المصرف العقاري بدفاترنا. أما بدفاترنا نحن هاي العبارة كطالب أنا ما مطلوب مني أسجل أي قيد. آخر تاريخ عندي بالمسألة بتاريخ 15/7 سحب على مبلغ 50,000 ليرة سورية نقدا من حسابه الجاري الدائن بموجب أمر دفع، إذن هو سحب نقدي من الحسابات الجارية الدائنة على إلى حساب الصندوق 50,000 ليرة سورية وشرح القيد سحب مبلغ نقدا. نذكر بأن القيد وحدة كاملة متكاملة، أخذ العلامة عليه كاملة إذا كان صح، ويخسر العلامة كاملة إذا كان القيد في الطرفين، القيد المدين والدائن مع نص القيد مع المبلغ مع شرح القيد كلها مطلوبة بالنسبة للطالب. تمام، بتاريخ 16/7 حول علاء من حسابه الجاري الدائن مبلغ 15,000 ليرة سورية إلى حساب شركة التأمين والتي لها حساب جاري في المصرف نفسه. إذن ضروري هون ننتبه عزيزي الطالب، القيد هو قيد تحويل، أنا مجرد ما شفت أنه أنا كلمة حول بنص المسألة ما في توسيط لحساب الشيكات، فإذا هو تحويل من حساب علاء إلى حساب شركة التأمين، فيكون القيد من الحسابات الجارية الدائنة علاء إلى الحسابات الجارية الدائنة لشركة التأمين بمبلغ 15,000 ليرة سورية وشرح القيد تحويل من الحساب الجاري لعلاء إلى حساب شركة التأمين وتاريخ القيد 16/7. في 21/7 أضاف علاء ورقة تجارية محسومة إلى حسابه الجاري الدائن بمبلغ 365,000 علما أن قيمة الورقة 370,000. إذا الفرق بين قيمة الورقة والمبلغ المحول لحسابه الجاري 5,000 هو عبارة عن الفوائد. يكون القيد من حساب محفظة الأوراق التجارية المحسومة بمبلغ 370,000 إلى المذكورين حسابات جارية دائنة زبون علاء 365,000 وإيرادات الاستثمار حساب إيرادات الاستثمار فوائد الحسم الدائن 5,000 ليرة. شرح القيد حسم ورقة تجارية وتسجيل الصافي في حساب علاء.
بتاريخ 4/9 سحب علاء الوديعة لأجل 6 شهور مع الفائدة نقدا. طبعا وديعة 6 شهور كان مبلغها 400,000 كما ذكر ببداية المسألة. تماما. سحب الوديعة نقدا من حساب ودائع لأجل 6 شهور إلى حساب الصندوق، والشرح سحب الوديعة نقدا والمبلغ 400,000. أما الفائدة تسجل قيود الفائدة بعد العمليات الحسابية لاحتساب الفائدة. بتاريخ 15/11 أودع علاء شيك مسحوب على الزبون مالك، الزبون لدى المصرف التجاري فرع رقم 6، وطلب إضافة المبلغ لحسابه الجاري الدائم. إذا هون عنا علاء ومالك في نفس المصرف، في المصرف التجاري، يعني بفرعين مختلفين. الزبون علاء هو بالفرع رقم 11، والزبون مالك هو ضمن فرع آخر للمصرف، فإذا هو قيد بدون توسيط حساب الشيكات، يتعامل كأنه معاملة مصرف آخر، فإذا بما أنه علاء هو اللي أودع فيكون القيد من حساب الفروع فرع رقم 6 إلى الحسابات الجارية الدائنة للزبون علاء بنفس المبلغ، سقط سهوا قيمة المبلغ 100,000 ليرة سورية، وشرح القيد إيداع شيك في حساب الزبون مالك. طبعا المسألة اللي استعرضناها هي تخص قيود السحب والإيداع بشكل كامل، أيضا هذه المسألة إلى تتم عن طريق العمليات الحسابية للفوائد وطريق التسجيل القيود لودائع الأجل ودائع التوفير. لضيق الوقت آسي غيداء، سنأخذ الفوائد على الودائع ثم ننهي هذه الندوة. ما هي نسب الفوائد بالنسبة لودائع الأجل؟ فوائد ودائع الأجل يكون معدل الفائدة على حسب مدة الوديعة. مدة الوديعة إذا كانت شهر أو 3 أشهر يكون معدل الفائدة 7%، مدة الوديعة 6 أشهر يكون معدل الفائدة 8%، 9 أشهر يكون معدل الفائدة 9%، سنة كاملة أي 12 شهر يكون معدل الفائدة 10%. طبعا احتساب الفائدة هي عبارة عن مبلغ الوديعة ضرب المعدل، نحن بنختار المعدل على حسب مدة الوديعة ضرب عدد الأيام على 365 اللي هن عدد أيام السنة. طبعا يتم حساب عدد الأيام بدءا من بداية الوديعة وحتى انتهاء الوديعة، وتقوم المصارف التجارية بإضافة الفوائد المستحقة على حساب الودائع لأجل على حساباتها الخاصة بها، أو تقوم بدفعها نقداً إذا طلب صاحب الحساب ذلك في نهاية مدة الوديعة بعد اقتطاع الضريبة الواجبة على تلك الفوائد. إذا هي تذكر في نص المسألة. وحدد المصرف التجاري السوري ضريبة على فوائد ودائع لأجل بمعدل 7%، والضريبة طبعاً 7.5%، الضريبة تحسب على الفائدة، إذا الفائدة ضرب 7.5%، ورسم إدارة محلية 10% من الضريبة، يعني الضريبة ضرب 10% ينتج رسم إدارة محلية، ثم يتم جمع الضريبة مع رسم الإدارة المحلية لنحصل على ضريبة القيم المنقولة. تمام، شكرا آسة غيدة. توقفنا عن قواعد احتساب الفوائد على ودائع لأجل، ممكن نأخذ القانون فقط آسة هنادي وننهي الندوة. تمام، إذا نتابع في ندوات لاحقة إن شاء الله. كما ذكرت الآنسة أن الفوائد تحسب على أساس مبلغ الوديعة ضرب المعدل حسب مدة إيداع وديعة الأجل ضرب المدة التي سوف يقوم الطالب باحتسابها حسب الحالات الخاصة بوديعة الأجل.